تعال ورايا. بيب 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 قلبي في الليل وانت جنبي يا مشانكلو قوم يا حلوها لي ماشي يا مشانكلو شانكلو مش هعرف مش هعرف مش هعرف انا مش مركز جاهزين تقلبوا قولي قولي ردي وديني اي مكان اجيب منه دواء الصيدليه برافو وديني المكان اللي كل البيبيهات بيتعلموا فيه البيبيهات تروح الحضانه يا حبيبي انت كبرت في مصر معلش بعد كل المكان اللي تخش فيه اطلع مونيكا بيلوتشي مركز تجميل برافو الله عليك الله عليك وديني مكان فيه اكل كده بس حاجات سبايسي كده من بلد معينه عايز آسيا. عايز مطعم ايوه ايه بقى مطعم ياباني لا مطعم تايواني لا فيها مطعم هندي ايوه يلا بينا الهبه ايه اقوى شارع في المهندسين ازيك يا مدام الحمد لله اهلا وسهلا صباح الخير صباح الوقت يلا جامع الدول يلا بينا وديني البحر عندك اسكندريه يلا بينا بحر اسكندريه يلا بينا بقى وديني مكان بيروحوا يتعلموا فيه جامعه ولا مدرسه ولا الجامعه لا مدرسه يلا بينا كبرت وبديت وديني مكان نقعد نصور فيه ورق نصور في ورق أوه. ما عايز مكتب التصوير مستندات لا تيجي عند ابويا بس حلو تعالى بيطلع من ايه تصوير ايه ايه بيطلع من ايه استوديو من مكان تصوير ايه هيطلع من ايه انا التصوير يعني لما اعمل على الكمبيوتر واعمل برينتر مكان فيه مركز ترجمها بقى بالعربي اسمها برينتر يلا بينا نطبع شكرا يا شيخ بص يا اخويا ايوه يا اختي هو شارع يعني ما يعني مش عايزه اكتر في اسمه بس شارع حاجه بتقع من السما تتحرق عشان ما نوصفش اكتر من كده بتقع من السما تتحرق شارع شهاب يلا بينا ايوه يلا بينا عايز اخلع درس يلا بينا على دكتور السنه تعالى يلا بينا ودينا اروح احضر عرض باليه لا اقول ايه يا مدام انت يلا بينا على الاوبرا يلا يلا عايز اروح كايرو فيستيفال وبوينت 90 يلا تايم برافو يا جماعه برافو 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 واتش ات ما تخليش حاجه تفوتك